أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني، وفي هذا الجزء خصصناه للحديث عن انطلاق البث التجريبي لقناة بلقيس الفضائية ودور الإعلام في هذه المرحلة. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الأستاذة هنا صالح مدير شركة بلقيس ميديا، وهي القناة الشركة المشغلة لقناة بلقيس. مرحبا بك أستاذة هنا. كما أرحب بالأستاذ أحمد الزرقة مدير قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. عام مر منذ انطلاق البث التجريبي لقناة بلقيس الفضائية، بلقيس التي أصبحت كما أريد لها أن تكون صوتا لليمنيين ومعبرة عن أحلامهم وتطلعاتهم. عام وربما أقل اتسع مساحة العمل في القناة لتغطي معظم خارطة الأحداث الوطنية وتبرز تفاصيلها عبر شبكة واسعة من المراسلين. أريد للقناة أن تعمل على تعزيز قيم الحق والخير والجمال، وأن تدافع عن حرية الرأي والتعبير، وتعبر عن أصوات الفئات العريضة من اليمنيين، وتقف إلى صفهم في مواجهة كل مظاهر الظلم والاستبداد. والأهم من كل هذا هو نقل الحقيقة بشفافية وموضوعية. فهل أدركت بلقيس مبتغاها هذا خلال هذه الفترة المتسارعة؟ فكما يعلم الجميع أن القناة انطلقت بوقت قياسي لتلبي صوت الشارع اليمني وتنقل واقعه بعد التغيرات الكبيرة في الوطن، والتي أثرت سلبا على فضاء الحريات الإعلامية وأدت كل فرص السلام بالمضي نحو أفق الديمقراطية والحرية. عام من بدء بثها الترويجي، ماذا قدمت بلقيس للمشاهد اليمني والمتابع للأحداث في اليمن؟ وهل تمضي في مسارها الذي رسم لها؟ أسئلة وآمال وجهود أكثر يدور حولها حديث مسائنا لهذه الليلة، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. بلقيس عمرها عام ولكن إنتاجها أكبر. عام على اكتمال حلم إنشاء قناة بلقيس الفضائية، المشروع الذي كان فكرة تحول اليوم إلى واقع عملي وكيان بات يشكل جزءا من الفضاء الإعلامي اليمني وقريبا من الناس على اتساع النطاق الجغرافي. قناة بلقيس صراحة وصلت إلى المهرة أقصى شرق اليمن. البدايات الصعبة للانتقال من الفكرة إلى الوجود كانت حاضرة في كل تفاصيل التعب اليومي وسباق الزمن من أجل إطلاق شارة البداية. بلقيس الحلم الوليد الذي ترعرع في أعيننا أخذ أشهرا من العمل الدؤوب بعيدا عن الكاميرات وفي ظروف صعبة تتعلق بتحديات المكان والزمان. إنها القناة الوحيدة التي تبث أخبار خاصة بمحافظة لحج، ولم نجد من خلال الحرب أو بعد الحرب أي قناة تكلمت عن محافظة لحج أو نزلت حتى تصور فيها. عام مضى وما زال الحلم في طور اكتماله الذي بدأ في مثل هذا اليوم. وبعيدا عن الخوض في تفاصيل البناء والتكوين، كانت هناك رؤى محددة وأهدافا واضحة عن كينونة هذا المولود وهويته وسقف خطابه المشرع باتجاه السماء. يحيى السواري، قناة بلقيس، من عرش الملكة بلقيس بمحافظة مأرب. الفكرة الأساسية التي انطلق منها مشروع القناة كانت استلهاما لحضارة وهوية جامعة لكل اليمنيين، فكان اسم القناة تعبيرا عن ذلك، وكانت عبارة صوت اليمنيين هي خيار لا يمكن التنازل عنه. التنوع في الطرح والاتجاهات والتعدد في الأفكار. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. بداية أستاذة هنا، لو بدأت من عندك، مر عام منذ انطلقت بلقيس، ما الذي تحقق من هذه الأهداف التي رسمت، وما الذي تبقى يعني وما الذي تبقى من أهداف التأسيس؟ نعم، هو في البداية أرحب بالجميع وفبراير مبارك على الجميع. حابة بس أنوه أنه شركة بلقيس ميديا في البداية، حتى يعرف المشاهد ماذا يعني شركة بلقيس ميديا وماذا يعني تلفزيون بلقيس. شركة بلقيس ميديا هي شركة تركية تقدم خدمات إعلامية، ونحن الشركة المشغلة لقناة بلقيس. يعني نحن من أسس كل شيء فيما يتعلق بالهندسة والعمليات والدعم اللوجستي وكل هذه الأمور. نعم، أستطيع أن أحدث كيف في جزء الأمور الفنية ماذا تحقق وما هو المتطلع وماذا إن شاء الله سنقبل عليه، ولكن في الأمور الأخرى ممكن الأستاذ أحمد، نعم، هو سيتحدث أحسن مني في هذه الأمور، وإن كنا نحن نعيش نفس الهدف. يعني بالنسبة لشركة بلقيس ميديا، تأسست قبل سنة وثلاث أشهر بالضبط. أتينا في البداية لتأسيس الشركة قبل تأسيس القناة، لأن الشركة يجب أن تؤسس قانونيا بشكل صحيح في تركيا لكي نستطيع بعدها تأسيس قناة بلقيس. فكان العمل عملين، إن هو تأسيس الشركة ومن ثم تأسيس القناة، أو بالأصح التأسيس مع بعض، القناة مع
مع الشركة يعني. أسسنا الاستوديو وأخذنا المكان، عملنا كل الأمور القانونية، عملنا كل الأمور اللوجستية الهندسية المعلوماتية، كل هذه الأمور كاملة بدأناها. وكما تعلمي آسيا أنه كان في وقت جدا ضيق ومضغوط في أنه يجب أن نظهر في وقت محدد هو 11 فبراير، فكان أنا جيت قبل 11 فبراير بأقل من 4 أشهر في بلد جديد، فبالتالي اضطر يعني كان هناك كثير من الصعوبات في انه قناه تظهر في 4 أشهر. كان فعلا تحدي، انا كنت اشك تماما بان احنا في 11 فبراير حنطلع كقناه يعني. سبحان الله في 11 فبراير لا ابالغ ظرفت الدموع من الجميع، انه الحمد لله في الاخير طلع البث التجريبي الترويجي في 11 فبراير صحيح، والتجريبي في 18 مارس، والبث النهائي كان في 11 مايو. مايو بالضبط. طيب الاستاذ احمد بالتاكيد تحدثنا عن الاهداف الاساسيه لقناه اعلاميه ربما اصبحت يعني كما يتحدث، يعني هو يفترض الا نتحدث عن انفسنا، ولكن هناك الكثير من يشيد بانها اصبحت في يعني القنوات الاولى اليمنيه التي تتحدث عن الشان اليمني. بدايه لا شاني الا ان اشكر اولا طاقم القناه بشكل كامل بهذه المناسبه، واهنيهم سواء الطاقم التحريري او الطاقم الفني، وكذلك ايضا مجلس الاداره ومراسلينا في الميدان الذين يبذلون جهد كبير جدا، ربما هم راس مالنا الذي جعل القناه تصل الى ما وصلنا اليه اليوم. بدايه بلقيس كانت حلم مجموعه من الشباب لديهم امال، كان هناك ثوره لم يكن لهذه الثورة صوت يعبر عنها، كنا بحاجة لأن نخرج من عباءة الوصاية، أن نخرج أيضا برسالة جديدة بلغة جديدة بخطاب جديد يحترم المشاهد، يحترم عقله، يقدم له أيضا الخيارات، يقدم له منبر محلي بدلا عن المنابر الأخرى. خلال الفترة الماضية كان المشاهد اليمني يذهب باتجاه القنوات العربية والدولية لبحث تفاصيل الخبر اليمني، الآن لديه قناة يستطيع، ونقول هذا ونحن يعني فخورون جدا بما أنجزه زملائنا في الميدان. نعم. من خلال المتابعة الفورية أولا بأول، تغطية أيضا معظم المحافظات اليمنية التي استطعنا أن نتواجد فيها، أيضا نحن فخورون بأن استطعنا أن نكسب ثقة المشاهد إلى درجة أن هناك الكثير من المشاهدين أصبحوا جزء من طاقمنا، أصبحوا جزء من المتعاونون معنا. صحيح. أصبحوا جزء من يرسلون لنا الأحداث والتغطيات بشكل مستمر، وبالتالي ربما كان الهدف أيضا أن نذهب بالرسالة الإعلامية من الأعلى إلى الأسفل، وهذا ما حققناه من خلال انتشارنا في العديد من المحافظات والعديد من المديريات. لدينا خطة طموحة جدا، لكن نبدأ في المضمون الأول الذي كان فكرة قناة بلقيس تقوم على خدمة الخبر، أينما كان، ونحن نعمل وفق قاعدة واضحة أنه الخبر هو ما يحدث وليس ما نريد أن يحدث، وبالتالي كانت هذه هي نصب عيوننا ونصب عين الجميع، وعملنا بشكل كبير جدا بمصداقية إلى حد كبير. نستطيع أن نقول نحن استطعنا أن نوثق كل ما دار في اليمن خلال العام الماضي بكل شفافية بكل وضوح، استطعنا أن نناقش كل القضايا المسكوت عنها، كل القضايا التي لم يستطع أحد التطرق إليها، لم نكن صوتا لجهة بعينها بل كنا صوتا للشارع اليمني. كان لدينا شعارنا هو قناة بلقيس هي صوت اليمنيين، ونحن ما زلنا نأمل أن نكون أيضا كذلك صوت اليمنيين. نقلنا الأحداث بمصداقية، نقلنا ما يدور، وما زلنا نبحث عن المزيد من الكمال، ولكن نعتقد أن هذه الطريق طويلة وشائكة، ونحن اخترنا درب الإعلام الصعب، يعني ذهبنا باتجاه السياسة وباتجاه الخبر بعيدا عن الصنوف الأخرى، نظرا لأن المشاهد اليمني اليوم يحتاج أن يعرف ماذا يدور، خاصة مع استمرار سيطرة الميليشيا على يعني الوسائل الإعلام وعلى الفضاء الإعلامي. كان لابد أن يظهر صوت إعلامي مغاير متميز أيضا. نعم. وقريب من الشارع. هذه ربما كانت الانطلاقة الأولى لهذا المشروع، كنا ربما نأمل أن يكون المشروع موجودا في اليمن كي نعمل
عن قرب بمساحة أكبر. نتحدث عن هذه النقطة أستاذ، ما هي الظروف التي جعلت قناة بلقيس أن تنطلق من بلد غير اليمن؟ ولكن دعونا نشاهد سوية هذه المادة، نسترجع بعض الذكريات. فعلا يعني اشتغلنا في أسوأ الظروف فعلا، لأنه ما يقاسيه اليمنيين من الحوثيين أقوى وأقسى بكثير مما نقاسيه نحن من شتاء اسطنبول. يعني شتاء اسطنبول علينا بردا وسلاما يعني مقابل ما يعانيه اليمنيين يعني. فأنا من أجل الثوار، من أجل الشهداء، من أجل اليمن الجديد أعمل أي شيء يعني. كيف تعلقي هنا على هذا المقطع؟ أنا حقا يعني سجلت هذا بالتليفون، كان المهندس بيسجلني بالتليفون، ولم أكن أتخيل أبدا يعرض على التلفزيون صراحة. هذا في بدايات العمل، وكان هناك عاصفة ثلجية توقف كل شيء يعني، المواصلات وكل شيء. فإحنا كنا داخل القناة، كان مبنى يعني، فخرجنا عشان يعني نجيب بعض الأشياء من مكان بعيد. واحنا عندما اشتدت العاصفه كل السيارات توقفت لانه خلاص خطر يعني. احنا ما عندناش خبره بهذا الامور، فمشينا مع السواق. السواق يقول لنا لا احسن نجلس، لا شو اشكاله واصل يعني. وفعلا السياره تزحلقت، ولكن سلم الله يعني المهندس ما شاء الله كان جثه، فنزل ومسك بالسياره وهي كانت تزحلق يعني. سبحان الله يعني انا والمهندس الاخر نشهد ان لا اله الا الله وشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه فان احنا خلاص يعني. فلما رجعنا بيسجل انه ايش يعني ذكرياتك وايش تقولي يعني قبل ما تموتي، هكذا بنقول يعني. فانا بقول انه يعني الناس بتموت من الحوثيين، احنا مش مشكله لو متنا بعد، احنا بعيد يعني. طيب طبيعي استاذ احمد، كثير من التساؤلات لما بلقيس خارج اليمن. للعلم يعني كان هناك مكتب في اليمن، مكتب ربما يعني فيه كثير من التجهيزات لكي يتم التعاون مع هذا المكتب، ما الذي حدث؟ البداية صعبة جدا، تذكرت الفيديو فعلا كان معنا. تجشمت الأستاذة هنا بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة لوصولنا. الفكرة كانت أن يكون عملنا هو موجود في صنعاء في اليمن، كان الفكرة أن يكون مكتب فقط هنا نظرا لعدم وجود مكتب في اسطنبول فقط يتولى يعني البث المباشر ونشرات الأخبار، وبقية الطاقم يكون في اليمن نظرا لأنه لعدم وجود قانون في تلك الفترة يعني نستطيع من خلاله أن نمارس المهام بشكل واضح. لكن ما حدث أن القناة لم تكن موجودة أو القوانين لم تكن تساعد، فتم اختيار اسطنبول كبلد أو تركيا كبلد فيه مساحة كبيرة وهامش كبير من الحرية والديمقراطية، وأيضا يكفل حق الاستثمار في مجال الإعلام. في اليمن كان لدينا مكتب رئيسي كان يعول عليه أن يتم إنتاج جميع المواد من صنعاء، سواء البرامج، التغطيات المباشرة، حتى الساعات الإخبارية يتم بثها من صنعاء. وفعلا جهزنا مكتب في صنعاء وخسرنا مبلغ كبير، وتم للأسف تم نهبه من قبل ميليشيا الحوثي، وتم أيضا مصادرة الأموال، وهذه بالتأكيد جريمة لن تسقط بالتقادم. نحن نحتفظ بحقنا في مقاضاة من وقفوا ضدنا أو من قاموا بنهب المكتب، لكن يجب أن نحن نعرف أنه ما قدمناه أو ما قدمته القناة تدرك أنه جزء بسيط جدا مما قدمه اليمنيون مما خسره الكثير. يعني هناك من خسروا أرواحهم، هناك من خسروا منازلهم، هناك من خسروا أقاربهم وأحبائهم، هناك من خسروا استثماراتهم، وبالتالي ما خسرناه لا نستطيع أن نقول أننا خسرنا، نحن كسبنا لأنه في الأخير نحن نقف في المكان الصعب. ما زلنا نهضنا على من جديد وقلنا كلمتنا، ونقول لا لوجه الميليشيا في الوقت الذي سكت فيه الجميع، قلناها مدوية وقلناها ووصلنا رسالتنا بشكل واضح. رصدنا الانتهاكات، ربما بإمكان أي جهة الاعتماد على قناة بلقيس مستقبلا لمقاضاة أي طرف، لأننا وثقنا الكثير من الجرائم سواء في نشراتنا أو في برامجنا أو في تقاريرنا اليومية، لدينا الكثير من الشهادات لدينا. وبالتالي ربما هذا هو جزء من مهام الإعلام. الإعلام ليس فقط مهمته الترفيه، لكن مهمته أن يكون شاهد على ما يحدث، شاهد على الجرائم، ونحن وثقنا ولله الحمد. وأيضا وصلنا إلى كل منطقة في اليمن رغم الصعوبة
الصعوبات التي يعني ربما خلال عام لا توجد كهرباء في اليمن، لا يوجد انترنت، لا توجد وسائل، لكن الحمد لله استطعنا ان نحظى باهتمام ومتابعه. هناك الكثير من الرسائل تصلنا ان الناس يعولون الكثير على قناه بلقيس في ايصال رسائلهم. ربما هذه يعني اكثر شيء مشجع للاستمراريه، الصدى الذي تتركه عند الناس البسطاء حين يشعر ان بلقيسيات تتحدث عنه، تتحدث عن همومه، تتحدث عن تطلعاته ايضا. نحن يعني ندرك ان الاعلام هم مهمته ان ينقل ما يريده او ما يحدث في الشارع، الشارع البسيط الذي ليس له علاقة بصراعة النخاب أو اهتماماتها، فبالتالي نحن ننقل ما يريده الناس وما يحدث أيضا للناس العاديين البسطاء، وبالتالي نحن الآن نستفيد من المرحلة من الفضاء الإعلامي الكبير، لم يعد هناك حكر، يعني بإمكان الآن أي مواطن أن يكون شاهدا على اللحظة بتصوير أي مقطع أو أي انتهاك وإرساله. يعني السوشيال ميديا أيضا كان لقناة بلقيس نعم ركزت، يعني كانت من القنوات اليمنية الأوائل اللي ركزت على موضوع السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، والان الامور الجديده زي الانستغرام والتليجرام بالضبط. يعني الان المشتركين في صفحه بلقيس على الفيسبوك هم اكثر من 1,800,000، يعني هذا رقم بالنسبه لليمنيين كبير جدا، يعني مقارنه بعدد المستخدمين للانترنت والفيسبوك في اليمن. طيب يعني استاذه هذه تعتبر يعني ربما يتحدث عنها الناس بانها ثوره الكترونيه حدثت مصاحبه للثورات، او ربما هي كانت من الاسباب التي جعلت الشباب يخرجون الى الشارع، ان هناك مجموعات استطاعت ان توحد ارائها في يعني كمواقف ومبادئ. طيب يعني ما مدى يعني الفائده الذي جنيتموها كقناه من هذه مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني انت تتحدثي عن 1,800,000 متابع في الفيسبوك. 800,000. هو مثل ما ذكر زميلي احمد انه ما فيش كهرباء في اليمن، يعني والناس لما بتيجي لها مثلا نص ساعه كهرباء او يولعوا المولد او شيء، فاسهل لهم انهم يفتحوا الفيسبوك يعني ويشوفوا الاخبار. ايوه، لانه استهلاك الكهرباء بالنسبه للانترنت اقل بكثير من التلفزيون، وفي نفس الوقت هو مش قادر انه مثلا يتابع اكثر من برنامج، يعني او انه نشرها لي لمده نص ساعه او مده 40 دقيقه، صعب عليه انه يشاهدها. لكن هو اصبح الان من السهل جدا عليه انه يتابع التقارير اللي مدتها دقيقه او دقيقه ونص على الفيسبوك على اليوتيوب. فبالتالي احنا بنسهل المواد، نسهل المعلومه عن طريق الواتساب الموجود الان معنا، مجموعه الواتساب على الفيسبوك على تويتر. هذه كلها عباره عن تسهيل للناس، حتى الناس اللي خارج اليمن معهم كهرباء بس معهم اعمال وهم مغتربين وهكذا، اصبحت ايوه هي فاصبحت ايوه هي بالضبط الاقرب للمواطن بالتليفون وحسب الاهتمامات. في الاخير ما يهمك انت مش بالضروره ما يهمني انا يعني، لكن فيما يهم الخبر اليمني او الوضع اليمني الناس بتحب تطلع على كل شيء، فاحنا مثل ما يقولوا بتعطيهم اللب او الزبده في وسائل التواصل الاجتماعي وبتعطيها الناس. يعني هنا بس انا ربما اضيف انه قناة بلقيس هي قناة الشباب اولا، يعني الحمد لله طاقم بلقيس جميعه شاب ونحن فخور بهذا، ربما هذا هو ما يمنح القناة زخم مختلف عن القنوات الاخرى، رؤيه مختلفه، حماس، اندفاع. يعني انا اشاهد يعني انه شبابنا يعني جزء من المجتمع، جزء من الثوره، جزء من التغيير، لديهم حلم، لديهم يعني لديهم قدر عالي من المسؤوليه. نعم. يعني انا اشاهد ما شاء الله اغلب المحررين والمعدين يعني ما زالوا يعني مواليد التسعينات، يعني هذا يعطي امل، هذا يعطي انه القناه ستكون يعني ستمضي طويلا في هذا المشروع. احمد هو يعني هو اكبر سنا واحد في القناه يعني قد هذا الاب الروحي. طبعا انا فخور جدا بالطاقم الشاب، يعني انا اعتقد انه ربما اتعلم كل يوم من هذا الشباب. هناك اهميه للاقدام، هناك اهميه لان ننطلق قدما، لا توجد محاذير، لا توجد مخاوف الكهول، لديهم يعني خطوط حمراء اقل. صحيح. وبالتالي لديهم اندفاع اللحظه الجميله هذه التي تقول لا يجب ان نوثق، يجب ان نقول، يجب ان صحيح. يعني ان نبادر، ان نعمل اكثر، لدينا قضيه، لدينا شعب يعني يعول الكثير علينا. بالتالي نحن نعتقد انه
هذا الشباب ايضا هم جزء من المستقبل، وبالتالي عليهم ان هم يتعاملوا بادوات المستقبل، يعني هم يدركون اهميه الفيسبوك، اهميه التويتر، اهميه صح. المواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وبالتالي ايضا اصبحت الان هذه المواقع يعني من يريد ان يصل الى الاعلام يصل عبر هذه المواقع. هناك رسائل كبيره جدا تصلنا عبر هذه المواقع والصفحات، هناك الكثير من الفيديوهات، الكثير من الاخبار، لكن هناك ايضا وهذا يحتاج ربما نوع من الذكاء كيف يتعامل مع المادة التي تصل إليه. وليس كل ما يصل إلينا عبر هذه المواقع صالحا للنشر، بالتأكيد هناك لدينا شباب لديهم الخبرة الكافية في يعني فلترت مثل هذه القضايا، وبالتالي أيضا لدينا في إدارة التحرير، في إدارة الأخبار، في إدارة البرامج لدينا أيضا وعي كافي باستخدام المادة بشكل صحيح. أيضا لدينا طاقم تقني محترف جدا للأمانة، شباب رائعين جدا في السوشيال ميديا، أيضا في الجانب التقني. نعم. وبالتالي لديهم أيضا خبرات وليس فقط يمني، ربما جزء منهم هناك يعني شكر من الكنترول يعني. من شباب الكنترول يوجه إليكم. طيب خلونا أيضا نتابع آراء أو انطباعات بعض الناس حول قناة بلقيس. قناة بلقيس بدأت متميزة، كانت انطلاقتها رائعة، الكثير من المتابعين أعجبوا كثيرا بأداء هذه القناة، نتمنى للزملاء فيها ولإدارتها التميز ومواصلة السير وفي سبيل إيصال الحقيقة للمواطن اليمني. بالنسبة لقناة بلقيس أنا في اعتقادي ومعي الكثير في ذلك أنها أدت دورا كبيرا وفاعلا. أستطيع أن أقول قناة بلقيس هي قناة اليمنيين اليوم. قناة بلقيس من القنوات المهمة التي تنشر الأخبار والحدث أول بأول، نرجو منها الاستمرار في هذا التطور. إذا أتينا وتحدثنا عن قناة بلقيس فحقيقة القناة استطاعت أن تدخل إلى القلوب قبل أن تدخل إلى البيوت، فهي الآن قناة محببة لدى الجميع نتيجة لأسباب عديدة، نذكر على سبيل المثال للحصر مصداقيتها، أيضا تعاملها الشفاف مع جميع القضايا والبرامج التي تقدمها، أيضا الطاقم المتميز الذي لديها. قناة بلقيس هي يعني تعتبر قناة جيدة، قطت الأحداث وأفادتنا بالكثير من الأحداث هذا طوال هذا العام، بالرغم أن يمر على قناة بلقيس عام واحد فهي أفادتنا بالكثير وقامت بتغطية الأحداث. قناة بلقيس تتمتع بمصداقية على أرض الواقع، بما أن نحن لا نشوف الواقع إلا بعين بلقيس، ونتمنى من بلقيس أن تتمتع بهذه المصداقية إلى آخر المشوار. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى. طيب استاذ بلقيس يعني او استاذه عفوا اول ظهور كان في 11 فبراير، كان لي الشرف انه اكون صحيح. انا اول من ظهر. خلال عام ربما يعني نود معك ان نتحدث عن التحديثات الجديدة التي ستقوم بها بلقيس، الخارطة الجديدة ليست كبرامج وإنما كتقنيات وكأشياء تضاف خلال عام واحد، ربما هذا شيء يعني ما شاء الله يعني سريع أنه خلال عام واحد يتم تحديث الاستديوهات ويتم التطوير بهذا الشكل. صحيح، أتذكر تماما وأنت تذكري معي آسيا أنه كل شيء كان في بداية العمل يدوي، يعني كيف كنت تكتبوا المادة وبعدين تنسخوها وتروحوا مثلا لغرفة الكنترول، يعني كل شيء كان يدوي، كل شيء كان صعب، لكن الحمد لله في خلال هذه السنة أتمتنا كثير من الأشياء، منها على سبيل المثال النظام الإخباري، منها على سبيل المثال البلاي أوت اللي هو عرض الفيديوهات وأشياء أخرى يعني كثيرة الحمد لله، يعني يدرك الآن العاملين الآن في القناة أنه أصبحت الأمور أسهل يعني مع دخول كثير من الأنظمة الجديدة، يعني مع أن القناة زي ما كلمتك في الأخير في إمكانيات ليست بهذا الكم الكبير، لكن حرصنا أنه وانسنا احنا بنشتري شيء لازم نشتري حاجة مثلا كويسة وفعلا مستخدم في أحسن القنوات، يعني فمش مشكلة احنا بنصبر بس بناخذ سيستم حلو وسيستم يكون بيشتغل عليه القنوات المشهورة والمعروفة مواكبة لرسالة بلقيس، يعني بلقيس في الأخير إلى جانب أن لديها رسالة يجب أيضا أنها يكون هناك جودة في الشاشة، جودة في الطرح، جودة في الأسلوب، وكل هذه الأمور بتتطلب أشياء كثيرة.
يعني لحسن الحظ الحمد لله انه احنا مثلا في اسطنبول كان في كثير امور مساعده، منها على سبيل المثال الجانب التقني، ويعني ساعدونا كثير الاتراك فيها الحمد لله، وهذا ساعد. هل توقفنا الى هذا الحد؟ لا، احنا الان الحمد لله في خلال السنه احنا الان بادئين في الاستوديو الجديد، وحيكون من نصيب البرامج طبعا انه حيكون في جزء منه للبرامج وجزء للاخبار، استوديو جديد وايضا مكان جديد، لان طاقم بلقيس الان زاد الضعف واكثر. اصلا يعني لولا اغلاق مكتب صنعاء ما وصلنا، صحيح ما وصلنا، يعني موصلنا. كان اي بالضبط، ومع ذلك ما شاء هناك يعني ربما يعني هذه لفته ايجابيه من القناه ان تحتوي جميع طاقمها، يعني اللي كان يعني الذي كان في اليمن، يعني هذا لم عدا بعض المراسلين، يعني هذا امر ما زالوا في اليمن، والمراسلين طبعا هذا ايضا بصراحه يعني هم الوجع يعني بالنسبه لبلقيس، لانه ايصال المواد اليهم صعب، ايصال مستحقاتهم الماليه بيكون صعب، فعلا كل شيء فعلا في صعوبه. طيب عند هذه الصعوبات استاذ احمد، يعني انتم عمل يومي اكثر من يعني تقريبا 5 نشرات رئيسيه، او يعني نشرتين رئيسيه وثلاث اقل ومواجز ايضا، كيف تتعاملون مع الخبر بهذه الكثافة اليومية في ظل كما تحدثت انقطاع الكهرباء، ضعف الانترنت، صعوبة وصول المراسلين إلى الأماكن، كيف تتجاوزون هذه الصعاب؟ بالتأكيد أولا فيما يخص الطاقم، ربما يعتقد البعض أن لدينا طاقم مهول كبير جدا، لكن الحمد لله يعني لدينا طاقم كفء أكثر من ما هو كبير. مثلا لدينا طاقم الأخبار لا يتعدى مع المذيعين لا يتعدى 20 شخص، يعني وبالتالي هذول يعملون على مدار يعني أكثر من 12 ساعة بنشرات متعددة ومواجز وبرامج يومية، وبالتالي ربما هناك استغلال أو يعني استغلال جيد للوقت وأيضا لقدرة الناس. المشاكل الكبيرة التي تواجهنا بشكل فعلا هو بعدنا عن الميدان، يعني هناك أحيانا يكون أخبار عاجلة، تقارير عاجلة تأخذ أحيانا وقت ربما يوم كامل أو يومين للإرسال، نظرا لعدم وجود كهرباء أو أحيانا عدم وجود يعني انترنت، وبالتالي حرصنا خلال الفترة الماضية أن احنا ربما ننوع في مثل هذه الإجراءات، أنه نكثف الحضور اليومي للتقارير المكتبية على حساب أحيانا التقارير الميدانية من المراسلين. معلومات من الأرض. لا بالتأكيد يعني بالتأكيد مثلا نحن لدينا مراسلين، مثلا لو تقريبا لدينا أكثر من 20 مراسل ومتعاون لدينا، وهذه خارطة كبيرة جدا كقناة يمنية، ربما في تعز لدينا في عدد كبير من المديريات أصبح لدينا مراسلين الآن. يعني هو طموحنا نحن نصل إلى جميع المديريات إن شاء الله، نحن نطمح إن شاء الله في بخلال 2016-2017 أن يكون لدينا أكثر من 100 مراسل يعني يغطوا كافة المديريات والمناطق الرئيسية في اليمن. مأرب مثلا لدينا فيها مراسلين اثنين، يعني تعز لدينا فيها أيضا، حضرموت لدينا فيها 2 مراسلين، وبالتالي أيضا هناك وسائل أخرى لإرسال الخبر أو استقباله، إما عبر الاتصال اليومي بشكل مباشر مع صناع القرار أو مع جبهة المقاومة بشكل يومي. نحن ربما القناة الوحيدة التي تتواصل بشكل يومي مع المراسلين في الميدان، مع أيضا القيادة السياسية، مع المقاومة سواء في تعز أو في مارب أو في عدن، مع الحكومة بشكل واضح يعني. وبالتالي ربما طورنا خلال الفترة الماضية شبكة مراسلين وشبكة وآلية للتواصل بشكل دقيق. ايضا لابد ان نعرف انه ليس كل الاخبار التي تصلنا نقوم بنشرها، لانه هناك عدد كبير جدا من الاخبار خاصه خلال الفتره الماضيه غير صحيحه والتسريبات الكبيره جدا. هناك الان ربما مئات المواقع تم انشائها تعمل على التشويش على المواطن، على الناس، تبث شائعه وتبث خبر وبالتالي تحاول ان تصنع قصص اخرى، وبالتالي تاتي هنا مسؤوليه اداره الاخبار ان كيف تتاكد من هذه الخبر ومن مصداقيته، ونحن نذهب للاتصال لمصدر الخبر مباشره. اذا خبر تحدث عن تسريب حكومي نذهب للاتصال للحكومة، إذا قضية تحدثت عن المقاومة نذهب للاتصال بالمقاومة بشكل واضح، إذا ذهبت للأحزاب السياسية، وبالتالي هذا يضع عبء كبير جدا، لكن هو جزء من التزامنا الأخلاقي تجاه المهنة، وهو أيضا جزء من أخلاقية المهنة. هناك استطعنا خلال الفترة الماضية أن نبلور مجموعة من المبادئ الأخلاقية لممارسة العمل الإعلامي، وبالتالي كي يعني نتجنب يعني الانفلات الإعلامي. نحن نؤكد أن الإعلام هو رسالة،
والرسالة هذه يجب أن تكون واضحة وليس فيها أي مجال للتشويش. ربما هنا ربما يجب أن أتقدم للأمانة بالشكر لمجلس الإدارة الذي منحنا الكثير من الثقة، يعني لا نجد تدخل مباشر أو قيودا على تغطياتنا الإعلامية أو الإخبارية. للأمانة لم يحدث أن تم محاسبتنا لماذا تم بث هذا الخبر أو غطوا هذا الخبر ولا تغطوا. هذه ربما هي ميزة كبيرة جدا كجزء من قناعتنا أنه الحرية التي ربما خرجت بها ثورة فبراير انعكست في القناة هذه، وبالتالي نحن نعتقد أنه نحن القناة الوحيدة الذي نقول كل ما يدور في من كل الاتجاهات. نحن نغطي العمليات التي تقوم بها التحالف وأخطاء التحالف، نغطيها بشكل واضح، نغطي أخبار جرائم الحوثيين بشكل واضح، ونغطي أيضا التحركات السياسية، ننتقد الحكومة، ننتقد المقاومة، ننتقد الحوثيين، ننتقد. بالتالي لا توجد لدينا خطوط، لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه اليمن وتجاه أيضا مهنة الصحافة. وبالتالي ربما هذا يجعلنا في فترة من الفترات ربما أداة يعني للانتقاد من أطراف متعددة ومحاولة للتصنيف. وللأمانة نحن إلى الآن نقول أنه لسنا مصنفين على أي تيار سياسي أو طرف سياسي، نحن يعني ننتمي للمهنة، ننتمي للثورة، ننتمي للقيم التي أنتجتها ثورة فبراير، ننتمي لليمن أولا وأخيرا، ولا أنه هو اليمن وللذات اليمنية. نحاول أن نعزز هذا المفهوم في نفوس المواطنين. بالتأكيد هناك يعني خطوات أو هناك قصور في بعض الجوانب، لكن هذا يتعلق أيضا ببعدنا الكبير عن الميدان، المعاناة التي نعانيها من أجل أن نظهر بنشرة أخبار لمدة ساعة. يعني عمل يعني حداثة العمل أيضا يعني دعمنا الدور، يعني إنه في الأخير إحنا سنة أولى عمل يعني، ودائما السنة الأولى بيكون فيها كثير من التجارب، لكن هذه في الأخير هذه التجارب بما فيها من سلبيات وإيجابيات وأخطاء وعثرات، وهذه في الأخير هي بتشكل قاعدة لكل من يعمل بعدين في قناة بلقيس، قاعدة فعلا صلبة، بأنه يعني في الأخير تشكلت يعني ملامح لهذه القناة، ففي الأخير حتكون خارطة الطريق لكل من يعمل في القناة. طيب لماذا اختيار تواريخ معينة ومميزة في الثورة كانت خطوات بلقيس الأولى 11 فبراير 18 مارس أيضا 11 مايو؟ 11 فبراير اللي هو انطلاقة الثورة، فكانت انطلاقة ثورة بلقيس الخاصة بها، فكان هو البث الترويجي، من ثم كان البث التجريبي في 18 مارس إحياء لذكرى جمعة الكرامة شهداء الكرامة، ومن ثم البث الرئيسي كان في 11/5 وهو إحياء لذكرى مجزرة رئاسة الوزراء. وهناك كثير من الأحداث، ولكن خلاص يعني آخر حدث بالنسبة لبلقيس هو البث النهائي يعني، وعليه ثبتنا هذه التواريخ. أيضا ربما هذا هو جزء من التأكيد على أن بلقيس هي انطلاق لروح جديدة. 11 فبراير كان له يوم كبير جدا، في ثورة 11 فبراير ظلمت إعلاميا بشكل كبير جدا، لم يكن لديها صوت. خلال ما بعد 2011 الثورة المضادة التهمت الثورة بشكل كبير جدا، أساءت للثوار، أساءت للمناضلين، أساءت أيضا لشكل ويعني وحاولت أن تلفق كل التهم الشنيعة ضد ثورة 11 فبراير. فكان لابد أن نقول لا، إلى هنا يكفي، هناك الآن قناة ستدافع عن الثورة، هناك قناة ستعبر عن الشباب الذين خرجوا في الميادين. وبالتالي كان هناك التزام كبير جدا، ربما هو جزء أيضا من إيمان مجلس الإدارة الواضح بأنه يجب أن نظهر في 11 فبراير. كان هناك أهمية أن نظهر في 11 فبراير أيضا كي نرتبط وجدانيا كل عام بأن يكون هناك أيضا جزء من ذكرى مصاحبة. صح. طيب سأعود إليكم يعني عند للحديث عن مدى هيمنة إعلام السلطة على وعي الشعب، ولكن بعد أن نشاهد أيضا هذه المادة. قناة بلقيس لها مواقف مشرفة في دعمها للمقاومة وفي نقلها للمعاناة تبع المواطنين واهتمامها بشؤون المقاومة الشعبية في كل مكان. قناة بلقيس أضافة نوعية جديدة للإعلام اليمني في نقل الحقيقة. قناة بلقيس قناة رائعة ومتميزة بمعنى الكلمة. قناة بلقيس غطت المجال كامل في من بداية انطلاقها إلى وضعنا هذا الحالي. والله إنها قناة محايدة
وممتازة في البرامج ونقل الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، قناة بلقيس تعتبر قناة إخبارية ممتازة بحكم أن حدثت افتتاحها مرور عام كامل. مثلت قناة بلقيس إضافة نوعية للعمل الإعلامي اليمني، وأنجزت خلال فترة قياسية تطور ملحوظ في مواكبتها للأحداث، في تحليلاتها، في نقلها للأخبار بحيادية. استطاعت قناة بلقيس أن تحجز مقعد مهم في الإعلام اليمني، خاصة مع حدوث الطفرة منذ 2011 وتعدد وسائل الإعلام وبروز القنوات الفضائية بشكل كبير، إلا أن قناة بلقيس استطاعت أن تحقق تقدم كبير خلال فترة بسيطة. إذن كنا نتحدث أستاذ أحمد قبل الفاصل عن أن لا قناة تتحدث عن صوت الشباب وصوت الثورة، أود أن يعني هل يعني تعتقد أن الإعلام البديل الآن وهو الإعلام يعني التكنولوجيا وثورة التكنولوجيا، هل استطعت إلى حد ما كسر هيمنة إعلام السلطة على وعي الشعب؟ بالتأكيد الإعلام البديل مهم وضروري، لكن لا ليس هناك مجال للاستغناء عن المنصة الرئيسية اللي هو إعلام أو قناة فضائية، ومن ثم يكون لديها أدوات مساندة. ربما الآن ما يحدث، كل القنوات الكبرى في العالم تحولت إلى مجموعة من المؤسسات أو فر استطاعت أنها تكون لديها مؤسسات أو منصات إعلامية مؤيدة أو داعمة لها. ما يحدث أنه خلال الفترة الماضية كان هناك هيمنة كبيرة جدا، ربما خلال السنوات الخمسة الماضية أو قبلها ربما أدركها المخلوع صالح بأهمية الإعلام، وكان رغم أنه يسيطر على وسائل الإعلام الحكومية إلا أنه قام بإنشاء عدد من القنوات والمحطات الإذاعية، ولهذا السبب جاءت بلقيس، وبالتالي جاءت بلقيس لكي تكسر هذا الاحتكار وتقول أنه بإمكان الناس البسطاء والعاديين أو الأصوات المغيرة أن تكون موجودة. ما يحدث أيضا ربما بلقيس هي تجربة إلى حد ما نستطيع أن نقول فيها نوع من الفرادة، لأنها أيضا نقلت الحدث من يعني استطاعت أن تكون هي الوسيط بين النشطاء الفيسبوك ونشطاء المواقع التواصل والفضاء الإعلامي بشكل واضح، خاصة أنه لدينا برامج تختص أو تهتم بشكل كبير جدا بما يدار من نقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا برنامج كيبورد، لدينا برنامج بين قوسين، لدينا أيضا عدد كبير من البرامج الذي تستخدم أو تستخدم هذه الوسائط. أيضا لدينا كما ذكرنا صفحات ربما لا توجد قناة يمنية لديها حتى ربع متابعينا على الفيسبوك، والحمد لله يعني الآن تخطينا حاجز المليون، وبالتالي بكثير ربما مليون 300 ألف أو 800 ألف، وبالتالي لدينا هذا رقم كبير جدا. لدينا في التليجرام عدد كبير من المتابعين، وبالتالي نستطيع أن نقول نحن نصل إلى المواطنين بمختلف الأدوات والوسائل. من ليس لديه تلفزيون نصل إليه بالفيسبوك، من ليس لديه فيسبوك نصل إليه بالتويتر، من ليس موجود في تويتر نصل إليه بالواتساب والتليجرام، وبالتالي ربما هذا هو جزء من الإعلام وجزء ربما جزء من أيضا منح المشاهد أو المتابع للقناة المزيد من الخيارات ليتابع القناة بالشكل وبالطريقة التي يراها مناسبة. طب أستاذ هنا، هل من مهامكم أيضا كقناة مشغلة جانب التدريب والتأهيل؟ نعم. طيب ما مدى اهتمامكم بهذا الجانب؟ في البداية عندما بدأ الطاقم بالمجيء إلى اسطنبول كان معنا تدريب الطاقم الإخباري، وكان معنا مدربين حضروا من عدة أماكن منها مركز الجزيرة للتدريب، أيضا كان هناك مدربين أيضا آخرين وبدأوا بتدريبهم في المجال الإخباري. وبلقيس بالأساس يعني هي قناة إخبارية في المقام الأول. نعم. من ثم بدأنا في تدريب الطاقم الفني على الأجهزة وعلى السيستم الخاص بتشغيل القناة، وبعدها أيضا طاقم البرامج وطاقم الأخبار حظى أكثر أيضا بتدريب آخر ثاني وثالث، ومع ذلك لا يكفي يعني هو بالتأكيد. يعني عند هذه النقطة يعني هناك بعض القنوات يعني تقوم بالتدريب في البداية ثم لا تهتم بهذا الجانب، هل من خططكم التدريب المستمر لعمل يعني إعادة تأهيل مستمرة؟ نعم، لأنه بصراحة أنه الفريق لم يحظى بالتدريب
الذي يرضيهم يعني أو يرضينا إحنا، لأنه كان إحنا في خضم عمل يعني، فكان التدريب الذي يكفيهم للعمل يعني، لأنه بس يمشوا العمل مثلا، ولكن التدريب الأكثر وهكذا إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا عاملين خطة. وإحنا قبل أيام كنا أنهينا تدريب خاص أيضا بالأخبار وبالبرامج، وأيضا كان تدريب آخر خاص بالفنيين في غرفة الكنترول، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أحمد مطلع على هذه الأمور. السنة الجاية حافلة إن شاء الله بإذن الله تعالى بأشياء كثيرة، بنينا مثل ما تحدثت إليك السنة الأولى كانت فعلا أعطتنا خبرة وأعطتنا معلومات نستطيع أن نشتغل عليها إن شاء الله. طيب سؤال أخير أستاذ أحمد، أين تجد بلقيس مستقبلا؟ أعتقد بلقيس ستكون في المكان المناسب لها. بلقيس خططت لها يعني خط واضح أن تكون قريبة من الناس وأيضا تتبنى همومهم، لكن يجب لدينا يعني هنا أحب أن أضع بس فقط بعض النقاط، أنه بلقيس هدفها الأول هو الوصول إلى الناس أينما كانوا، متابعة الخبر أينما كان، نقل الخبر أي خبر كان. ربما من الأشياء السعيدة لدينا أنه نحن نعمل، نحن صحيح في إسطنبول لكن نحن مستعدون للعودة حتى غدا إلى صنعاء للعمل من الميدان، وبالتأكيد لدينا خطط للعودة إلى اليمن بشكل واضح جدا والانتقال لها. ربما الخطوة الجديدة وربما الذي الخبر السار الذي ربما يقال الآن لأول مرة، أنه لدينا أصبح لدينا 3 برامج تنتج من عدن بشكل جميل. واضح، وربما نحن القناة اليمنية الوحيدة التي تولي عدن والمحافظة الجنوبية اهتمام خاص. لدينا في عدن مكتب كبير ولدينا مراسلين وسيكون هناك استوديو، وستكون هناك برنامج يومي و3 برامج أسبوعية، وبالتالي نحن نرى أنه الإعلام يجب أن هو رسالة الناس جميعا، وليسنا مع احتكار الإعلام لا منطقة لا منطقة معينة أو فئة معينة أو حزب سياسي معين. نحن نقول أنه نضع المجتمعات المحلية تعبر عن نفسها. لدينا في سيئون أو في حضرموت مراسلين، مراسل في المقلة ومراسل في سيئون، لدينا مراسل في سقطرى، لدينا في لحج، في أبيان. سيكون في الخارطة دخلت هذه إن شاء الله البرامج التي تحدث عنها، البرامج إن شاء الله ستكون في الخارطة، البرامج الجديدة ربما خلال الأسبوعين المقبلين سيظهر، سينضم إلينا زملاء جدد من عدن، مذيعين ومذيعات وطاقم متألق جدا نحن متفائلون بهم، طلعنا على الحلقات التجريبية الأولى، وبالتالي هؤلاء سيشكلوا إضافة نوعية لقناة بلقيس، وبالتالي نحن نعتقد أن نحن صوت اليمنيين وسنبقى كذلك إن شاء الله، ونعد أننا سننحاز دائما إلى المواطنين وإلى مطالبهم المشروعة، سننحاز إلى الحرية والإنسان أينما كان وأينما وجد. طيب أستاذة هنا، هل وجدت بلقيس تبلورت كفكرة رسمت من قبل؟ نعم بصراحة يعني في بعض التفاصيل كانت أجمل يعني. أنا لا زلت أتذكر عندما كنا نتحدث الساعه عن قناة خاصة بالشباب، عندما كنا نشاهد أن احنا كنا مظلومين فعلا إعلاميا، وكانت كان هذا حلم يعني قديم بصراحة، وبصراحة كثير من التفاصيل كانت أجمل. أنا لم أكن أتخيل أنه تكون القناة في هذا المبنى وهذا الاستوديو الجميل، أيضا لم أكن أتخيل هذا التنوع وهذا التناغم. يعني هو عادة درجة العادة أنه واحد على الهواء بيذكر أحسن ما عنده يعني، لكن بصراحة يعني كل من يدخل بلقيس يرى هذا الجو الأسري العائلي. أصبحت قناة بلقيس هي الوطن بالنسبة لنا كما هي الوطن للآخرين يعني. نعم الحقيقة هذا ما يشعر به كثير من المنتمين لقناة بلقيس، هي وطننا الذي فقدناه بهذه الروح العائلية وبهذا الانسجام والتناغم كما تحدثتي. شكرا لكم أستاذة هنا صالح مدير شركة بلقيس ميديا الشركة المشغلة لقناة بلقيس، والأستاذ أحمد الزرقا مدير قناة بلقيس. شكرا لطاقم بلقيس. شكرا لطاقم بلقيس يعني التتر ظاهر. أشكر طاقم بلقيس فردا لم أعد أجد الوقت لأشكر. إذن الشكر من كليهما، يعني أراد أن يشكر كل فرد، ولكن ربما الشكر الأكبر هو بهذا التناغم. شكرا لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.